رجعنا ولعبة لذيذة جدا جدا، صفوف الكور الملونة بس بطريقة مختلفة. احنا عندنا كوبايات، والكوبايات دي هي اللي عليها الكور، كل صف منهم لازم نخليه بلون واحد، اتفقنا؟ عندنا فريق ليلى وفريق حلا، كل اتنين هيلعبوا قصاد بعض، وبعدين في الاخر هنشوف بقى ايه السكور بقى، مين خد كام نقطة، انهي فريق اللي خد نقط اكتر. اللي خلص الاول يرن الجرس. ايوه بتقول ايه يا بنتوخي؟ اللي خلص الاول يرن الجرس. ايوه صح يا بنتخ، انت قلت نقطة مهمة، اللي خلص الاول يرن الجرس ده. ايوه اتفقنا؟ اول لما تخلص ترن الجرس على طول، خلاص؟ ليلى وحلا مستعدين؟ مستعدين. واحد اثنين ابدأوا. يلا 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 شجعوهم. ليلى اللي خلص الاول هو اللي هيفوز. يلا يا ليلى. يلا يلا يا حلا. لا يا ليلى. ايوه يلا يا حلا. ليلى هم يا ليلى. ليلى هم يا حلا. يلا ركزي ركزي. الله يلا اوه مفيش ثانيتين بس بينكم. ليلى برافو. ليلى 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 وحلا تعالوا لي. ليلى وحلا تعالوا لي. تعالي استنى انت بس. حلا لخبطي دول، خليك انت ورا. ليلى لخبطي دول، ارجعوا لورا بس، خلوها تلخبط. لخبطوا زي ما كده ولاد علشان ايه تصعبوها على الفريق التاني. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. ها كفايه كده، انت ما لخبطتيش حاجه. ها خلي ده وده ماشي. يلا ارجع ورا احمد ورودينا. يلا احمد ورودينا جاهزين. خلاص 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 يا حلا كفايه. خلاص واحد اثنين ابدأوا. ثلاثة. يلا احمد ورودينا. يلا 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 يا احمد. يلا رودينا. يلا يا احمد. يلا رودينا. والله بنتكم ثانيه ثانيه واحده. تعالى تعالى يا تعالى يا رودينا عن اذنكم. يلا بوظوا 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 القوه، لخبطوها يلا عشان اللي بعدكم. يبقى نقطة هنا ونقطة هنا صح؟ لا هي ليلى اللي كسبت اللي فات صح؟ اه واحد 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 صح. ايوه صح. يلا لخبطوا كفايه. انت بترتبهم لها. برافو عليك. الله ينور عليك. حلو كده حلو. طيب اوكي دلوقتي ليلى وحلا. ليلى وحلا. واحد اثنين ابدأوا. يلا ليلى ولا حلا؟ ليلى 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 يلا يا حلا. الاول يلا يا حلا. ليلى يلا يا ليلى. السرعه دي برافو 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 يا ليلى شاطره. تعالي هنا تعالي هنا لخبطي دول. ايوه لخبطي لهم جامد ده. انا مش هسيبكم في حالكم. يلا شاطره. مش هسيبكم. اخد حقي منكم. خدي حقك. يلا اخد حقي من مهر. لا يا حره بقى تاخد حقها براحتها. اخد حق فريقي. يلا بس انت كده ما تاخديش حقهم، انت بتسهليها عليهم. انا عايزه اصعبهم. نعم يلا 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 صعبيها عليهم. يلا كفايه كفايه. يلا يلا لما وعمر لما وعمر اتفضلوا. ثانيه واحده ثانيه ثواني ثواني ثواني. مستعدين لما وعمر؟ واحد اثنين ابدأوا. يلا اللي هيخلص الاول هو الفائز. من يقرع الجرس اولا يكون هو الفائز. يلا يلا يا عمر. يلا يا ندى. يلا يا عمر. تعالي يا لما تعالي يا لما وعمر. لخبطوا لخبطوا عشان اللي بعدكم. الله سهل. بس يا بابا بس يا بابا احنا لغايه دلوقتي متعادلين على فكره. صعبوها يا ولاد علشان الموضوع يبقى اصعب على الفريق. والله انتوا بتقعدوا تقولوا كده وفي الاخر بتسهلوها عليهم برضه. انتوا طيبين والله.
انت بتساعديها، انت بتساعديها في الفريق ولا بتساعديها في الفريق؟ انت تدري ده فريقك. يلا يلا ده مجد وشريف دلوقتي. يلا يلا بينا مجد وشريف. خلاص خلاص يلا يلا يا عمر. مجد وشريف يلا بقى. مجد واحد اثنين اثنين ثلاثة. مجد 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 بس. يلا يا مجد. ايوه ايوه مجد ولا شريف؟ يلا يا شريف. لا لا ما تحاولش في ايدك. واحدة مكان واحدة، واحدة مكان واحدة. شطور يا مجد. برافو يا شريف السرعة دي. هارد لك يا مجد. تعالى يا شريف. والله ارجع يا ملك خليه لخبط براحتك. دلوقتي بقى اخر دور. ده الفاينل بقى. بيترجوه يا عيني، بيترجوه يا عيني. يلا روح روح يلا عشان تكمل المسابقة. هديك 5 جنيه. استنى استنى بتقول لي هديك 5 جنيه سهلة. ارتشاء ده ارتشاء بيحصل. ينفع رشوة كده يا عيني؟ اتنين ازاي؟ خلاص كفاية كفاية. يلا طب يلا بقى خلاص كفاية. اوكي كفاية كفاية خلاص. ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا خلاص ارجع ورا بقى. اوكي دلوقتي اخر. الله انت بتسهلها والله. بدأ اوكي ملك وميليا وده اخر دور وهنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي ومين اللي هيكسب. مستعدين يا بنات؟ اه. واحد يلا. شوف التركيز اللي كانت عايزه تديله 5 جنيه. اثنين ابدأوا. ملك 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 ملك. ايه ده؟ لا سهلوها عليها. ايه الهدف ده؟ لا 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 انا كنت شايفاها بس انت سريعه فعلا. ايه ده؟ انتي زعلانه عشان 5 جنيه. برافو. طيب انا مبدئيا 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 انتوا كده 3-3 في تعادل، فعايزين دور كمان عشان نشوف. مش مشكله مش مشكله، المهم انه صف كامل. ثانيه واحده ثانيه واحده. ممكن ممكن اقول لكم على حاجه؟ كل فريق ثواني. الفريق ده يتشاور والفريق ده يتشاور يشوف مين الاسرع ويختار. الفريق هنا اختار ملك. الفريق هنا اختار ملك. اوكي انا اختار. يبقى الفريق ده بقى يجي يبوظ دور شويه. لا 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 انت شطوره بس انتوا اختاروا الاسرع. شوفوا مين الاسرع. مين كان اسرع فيكم؟ هو اسرع واحد. مين اللي كان اسرع؟ ودينا. طيب الفريق ده يجي يبوظ لي ده والفريق ده يجي يبوظ لي ده. لا استنى. ايوه ايوه لخبط لكم. ايوه صلي على النبي يا معلم. صلي على النبي. يلا بينا قلنا بقى. يلا معاكوا 5 ثواني. 5 4 ده الدور النهائي. 2 1 ارجعوا ورا ارجعوا ورا. يلا ملك ورودينا. الدور اللي هيحسم المسابقة. هي دي النقطة الفاصلة يا باندا. النقطة الفاصلة في المسابقة. بتقول لها اهدي يا جماعة دول داخلين بطولة العالم. 1 2 ابدأوا. طب ايه رايكم دلوقتي بقى نروح لفاصل ونرجع مع الساحر؟ الله يلا بينا يلا بينا.